السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في القناة ديالتي موندو ديفيرسيفيكاتو. اليوم كيف ديما جبت لكم واحد الوصفة اللي هي جديدة واللي هي لذيذة جدا. هذا الوصفة هذه هو واحد البسكويت الإيطالي اللي تتكون من الفرينة ديال الذرة ومكونات اخرين. مهم تيتسمى البسكويت ديال الفرينه ديال الذره، تيجي بنين بزاف وتنصيبوه غير بمكونات بسيطه جدا وموجودين في اي دار، يعني اي واحد يقدر يصايبو. مهم اعزائي المشاهدين بلا ما نطول عليكم، غادي ندوزو نشوفو المكونات ديال هذا الكيك الرائع جدا واللذيذ ويستحق التجربه عن جد. جربوه وغادي تعرفوا على اشنو تنهضر، يعني رائع رائع جدا هذا الكيك هذا. بقاو معايا غادي ندوزو نشوفو المكونات ديال هذا الكيك الرائع. في المقادير ديال هذا البسكوي الرائع اعزائي المشاهدين غادي نشوفو المكونات اللي تتكون منهم. غادي نحتاجو هنايا 150 غرام ديال دقيق الفورس، وغادي نحتاجو 100 غرام ديال دقيق الذره ماشي المايزينا وانما الدقيق، وغادي نحتاجو هنايا 120 غرام ديال السكر سنيده و120 غرام ديال الزبده وواحد بيضه متوسطه الحجم وفانيليا ناتورالي، وهنايا عندنا الخميره ديال الحلوه. صافي هادو هما المكونات. دابا غادي ندوزو نشوفو طريقه التحضير اعزائي المشاهدين. يعني كيف ما تشوفوا راه المكونات بسيطه جدا وموجودين في كل دار، ولكن المذاق رائع رائع جدا. هنايا غادي نكبوا الدقيق، وغادي نزيدوا سكر سنيده ونخلطوا مزيان بحال هكا، ومن بعد غادي نزيدوا الزبده. ودابا غادي خصنا يعني نضيفو هاد الفانيلينا، نحلوها ونضيفوها. خصنا ضروري خصنا السكين في هاد الفانيلينا هادي باش نحيدو ليها اللب ديالها، هو اللي تيتستعمل بصراحه، يعني تتعطي واحد الرائحه واحد الرائحه اش غادي نقول لكم رائعه جدا. وهذا البسكوي هذا يعني ضروري تكون فيه الفانيليا، ضروري ضروري. بحال هكا يعني تجي رائعة، تجي يعني واحد الريحة تحطي واحد الريحة مجهدة وناتورالي، يعني ماشي كيماوية، هذه راها يعني فانيلينا الأصلية اللي من النبتة. صافي هنا غادي نضيفو البيضة، صافي، وغادي نضيفو حتى الخميره ديالنا، تنضيفو كل شيء من الاول. بحال هكا نضيفو جميع المكونات ديالنا، يعني
كنكوروا البسكوي ديالنا بهذه الطريقه وتيحصلنا واحد الطبع بحال هذا اللي وريتكم دابا في الصوره اللي شفتو صافي. وتنطبعوا به تيعطينا مربعات فوق الكيك ديالنا بحال هكا، تنزينوه بهذه الطريقه وباش ما يلصقش لينا مره غادي خصنا ندوزو في الدقيق ديال الفورس باش ما يلصقش صافي. وتنتمو غاديين بحال هكا. تشوفوا اعزائي المشاهدين هذا هو الشكل النهائي ديال البسكوي ديالنا كيف ما تشوفوا، زوين بزاف في المنظر وفي المذاق يا سلام. ما نقدرش نوصف لكم كيفاش تيجي بنين بزاف، تيجي مقرمل وفي نفس الوقت تيجي معلك، يعني واحد البسكوي رائع جدا وحرش في نفس الوقت. يعني حتى الناس اللي عندهم المشكل من اللي تيعانيو من المعده راه يقدروا ياكلوه، راه ماشي واحد البسكوي اللي هو رطب، راه هو حرش وبنين بزاف. انا في ايطاليا كانوا تيجيبوه لواحد المعرض كل عام وكنت يعجبني بزاف، ديما كنشريه ومن موراها ديما كنبقى نقلب في اليوتيوب على المكونات ديال هذا البسكوي هذا، ويلا لقيتهم وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه الوصفه الرائعه هذه. تنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه هذه، ها وعلاش لا تجربوها، والا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي واحد التعليق اللي زوين بزاف من طبيعه الحال الى عجبتكم الوصفه، وتشتركوا في القناه ديالتي ودعموني باللايك ديالكم. الان وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم بسلامه عليكم وتهلاو فريوسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلامه عليكم.